بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لازمنا نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه الأشواط وهذا المهرجان السنوي الذي يقام هنا في ميدان الشحانية موسم 2013 الذي يحتضن هذه المنافسات وهذا المهرجان الكبير. أيها الإخوة، نتواصل مع شوطنا الرابع وهو مخصص للجذاع القعدان. نتعرف على المركز الأول بداية مع شاهين محمد بن مبارك البريدي الهاجري مع صدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني فيتواجد على المركز الثاني، ومن يصل ثانيا يصل على المركز الثاني ويتواجد، سنتعرف عليه بعد أن تصلنا المعلومة عنه. لكن ننتقل إلى المركز الثالث، ولد شاهين راشد بن ناصر الجبر النعيمي هو من يمتلك شاهين، من يصلنا على ثالث المراكز. يليه على المركز الرابع شاهين لسالم بن شعفول المري، أما خامسا فيصل هنا شعار بن حلفان علي بن سعيد بن حلفان المري على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام. نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى الصدار. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط، الصدارة مشاهدينا الكرام، والمقدمة هنا والتغيير هنا على مقدمة هذا الشوط من قبل شاهين محمد بن مبارك البريدي الهاجري، لا زال هو من يتمسك في صدارة هذا الشوط. ولكن هنا في المركز الثاني من يتواصل على المركز الثاني يصل شعار بن شعفول مع شاهين سالم بن شعفول المري على المركز الثاني. ولكن هناك من الجانب الأيمن مهاجر يحتل المركز الثاني، الثالث تعود ملكيته للسيد عبد الله بن محمد بن نعيف العامري من يتواجد على المركز الثالث. ولكن حصل تغيير وحصل دخول في هذه اللحظات الفاتنة، تعود ملكيته للسيد غدير بن حميد بن عتعيث من يتواصل هنا مع المركز الثالث، أو هنا الوصول والقدوم على المركز الثالث في هذه اللحظات من قبل ولد شاهين لراشد بن ناصر الجبر النعيمي. رابعا يصل شعار بن حلفان من يتسلل مع الحاكم سالم بن علي بن حلفان المري على رابع المراكز. يليه على المركز الخامس من يحتل المركز الخامس يتسلل مياس سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. هذه النتيجة الثانية مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة. شاهين مع المركز الأول ومع المسار الأول، المالك سالم بن شعفول المري يصل ويتسلل، وأيضا يليه على المركز الثاني كذلك يصل وهاج نايد بن مسلم بالزفنة العامري من يتسلل على المركز الثاني. يليه على المركز الثالث ولد شاهين راشد بن ناصر الجبر النعيمي، أهالي الجميلية يطالبونك كذلك بالسلامات. بينما هنا والوصول والدور عند الناوي من يصل، الناوي تعود ملكيته لخالد بن محمد الكواري من يتسلل هنا مع شعار منوة كذلك يمني النفس هنا مع شعاره ومع أيضا مالكه خالد بن محمد الكواري. الدور عند المركز الخامس، شعار بن دخيل الله سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي مع مياس ومع السلالة المياسية مشاهدينا الكرام، سلالة مياس العريقة. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط بعد إتمام ندائنا الثالث إلى الصدارة وإلى المقدمة. المقدمة مع شاهين ومع بن شعفول أتى وتعنى من ميدان الملك فهد بميدان النعيرية أيها الإخوة، وكذلك أيضا يريد
يريد نقطة في هذا المهرجان، مهرجان الشحانية، هنا مع بن شعفول شاهين، سالم بن شعفول المري مع المركز الأول ومع المسار الأول، هنا كذلك بالزفنة، هنا يتواصل مع وهاج نايد بن مسلم بالزفنة العامري، أيضا يريد مشاهدين الكرام يريد أن يذهب بالسلامات إلى شقانا في الإمارات العربية المتحدة. المركز الثالث ولد شاهين، ولكن هنا القدوم والوصول أيها الإخوة، وصلتنا المعلومة الكافية عن ممدوح، هذا هو ممدوح لخالد بن محمد الكواري، يتسلل من المركز الرابع ويحتل المركز الثالث، هذا هو راعي منوه، يمن النفس أن ينتزع هذا الناموس وخاصة مع ممدوح بالتحديد. يا سلام، فالك الناموس يا أبو محمد، بينما هنا القدوم على رابع المراكز من سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي وشعاره، ومع قعوده مياس من يحتل المركز الرابع. خامساً يتراجع ولد شهيد، راشد بن ناصر الجبر النعيمي، هذه نتيجتنا للمرة الرابعة على التوالي. نعود إلى ميدان النعيرية وإلى ميدان الملك فهد أيها الإخوة، مع أحد شبابه شاهين هو القعود المشارك، ولكن الشاب هو سالم بن شعفول المري هو المالك. يا سلام، هنا القدوم من ممدوح يا بن شعفول، قادم مع خالد بن محمد الكواري، قادم لا محالة. هنا على ثاني المراكز خالد بن محمد الكواري هو مالك ممدوح، من يريد المدح والاشتهار والشهرة في هذا الشوط وفي هذا المهرجان، مهرجان الشحانية 1500 متر على النهاية. أيضا وهاج ونايد بن مسلم بالزفنة العامري يراقب الموقف ويراقب هؤلاء الملاك وهؤلاء المضمرين، هل هناك أيضا تعليمات، هل هناك أوامر، يراقب الموقف وهو مرتاح. الله، مياس يتحرك، مياس سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يتحرك من المركز الرابع إلى المركز الثالث، يصل ويتسلل على المركز الخامس في هذه اللحظات. الحاكم سالم بن علي بن حلفان المري، الله، القدوم قوي للقاية مشاهدينا الكرام، وتحركت القعدان الجذاع في هذه اللحظة. يا سلام، كيلو متر أخير، القيادة مع بن شعفول مرتاح في المقدمة، سالم بن شعفول المري مع انطلاقة شاهين، مع اندفاعة شاهين، ولكن الوضع ما يطمن يا بن شعفول، الجماعة قريب جدا جدا جدا. هنا القدوم والوصول من الحاكم سالم بن علي بن حلفان المري، وهنا أيضا مياس سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، الله، رابعا يصل على المركز الرابع ممدوح، خالد بن محمد الكواري المركز الخامس مع بالزفنة، نايد بن مسلم بالزفنة العامري مع وهاج ومع انطلاقة وهاج، ولكن بنعود إلى المقدمة، تحرك سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي مع مياس، مع انطلاقة مياس، شاهين على المقدمة، شاهين على الناموس، شاهين، الله، تهانينا مشاهدينا الكرام لميدان النعيرية وميدان الملك أيها الإخوة، الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، أشقائنا نهنيهم على فوز شاهين وسالم بن شعفول، سالم بن شعفول المري نهنيه ونتقدم له بالتهنئة أيها الإخوة على فوزه وتحقيق شاهين بالمركز الأول، سالم بن شعفول المري هو المالك، تهانينا والناموس على هذه النقطة التي سجلت في هذا الميدان وفي مهرجان الشحانية. المركز الثاني يصل مياس سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، المركز الثالث يصل الحاكم سالم بن علي بن حلفان المري، المركز الرابع يصل على المركز الرابع وهاج نايد بن مسلم بالزفنة العفاري، المركز الخامس يصل ولد شاهين راشد بن ناصر الجبر النعيمي. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية، 9:53 40 جزء من الثانية، تهانينا لمالك ولد شاهين أو مالك شاهين سالم بن شعفول المري. أما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام يصل مياس 9:56
56 ثانية أو 55 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا للسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، كما نهني من أتى في المركز الثالث. يصل في المركز الثالث مشاهدينا الحاكم 9 دقائق 56 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن علي بن حلفان المري.